Donc, salam alaikum, inshallah, nous allons dire préparation le l'horloge, le mubarayat, les spitz. Donc, nous allons préparer un cours de physique ou chimie. Donc, nous allons faire une batterie sur ça, que deux sur une physique ou batterie sur ça, que deux sur une chimie plus français. D'accord? Donc, nous allons faire une batterie sur les films de chimie, au moins, mais un des acteurs de ces balles-là, donc, ou le mouhtawa. Donc, nous allons faire une film de chimie. D'accord? دونك غادي نصحو هذا الامتحان هذا غنلقاو في لا ديسكريبسيون المره الجايه ان شاء الله نديرو الفيزيك ونبقاو غادي ندرس غنبقاو غادي امتحان تنكملو هاد البريباراسيون. المهم ما تنساوناش الدعم و تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم الفيديو باش تعم هاد الفائده وباش نمشيو بريباري شويه مزيان وندو على بركه الله. دونك هنا هاد ليكزام فيه 40 سؤال داكوغ المده ديالو ساعه ونص. دونك هنا عندو السؤال الأول هو تحلل الماء الأكسجيني. دونك لي معلومة أن هنا كاين فرنسية عربية. دونك باش ما بغيتي انت في بيوف تخرج من بيوف العربية تخرج بالعربية. دونك تحلل الماء الأكسجيني تحول جد بطيء يمكن تسريعه بإضافة حفاز لهذا الاستبطاء. هذا التحول نعاير خلال الزمن في وسط حمضي عينة حجمها بداية 50 ملل من المحلول المائي الماء الأكسجيني تركيزه سي بمحلول برامونغانات البوتاسيوم تركيز ديالو هو 0.1 مول بار لتر. الحجم المضاف عند التكافؤ هو 10 ملل. المزدوجتين مختزل مؤكسد. دونك هنا سنكون ديجا عارف هاد لي فورمين بحال الماء الأكسجيني نعرف نترجم حيت هنا معطاكمش لي فورمين نتوما خصكم تجبدوهم. دونك كيستيون 1 والسؤال الأول. دونك الماء الأكسجيني السيرة الكيميائية ديالو هي H2O2 كون عارفها. بالنسبة لبرامنغانات البوتاسيوم أو البرامنغانات عندنا العنصر المهم هو MnO4-. داكوغ هنا قالكم مزدوجتين لي دخلو. دونك كيما كنعرفو حنا هاد MnO4- هذا راه سيتين أوكسيد هذا مو أكسيد. كوغ إلا كان هذا مو أكسيد غيتفاعل مع هذا دونك هذا مختزل. داكوغ كيفاش غنجبدهم؟ إذا نكون حافظ هادو ولا عارفهم. دونك يعني MnO4- غتكون الفوق هنا غتكون H2O2. دونك نقلب دونك الأولانية أ خطأ دونك هي بي. علاش؟ لأن هنا كاين هذا غيتحول ليا المنغنيز Mn2+ وهذا غيعطيني ثنائي الأكسجين. داكوغ الجواب هو كيستيون 2. هنا قال لك معادلة التفاعل بين الماء الأكسجيني وأيونات البرامنغانات في وسط حمض. دونك MnO4- الميليو أسيديفي لا أسيد. دونك عطاتني المنغانيز هنا عندي 4 غادي ندير 4 H2O 4 بجوج هي 8 H+. داكوغ عندي هنا 8 ناقص منا 1 7 دونك عندي 7 ديال الشحن الموجبة هنا وعندي 2 ديال الشحن الموجبة هنا وغنديرو 7 ناقص 2 هي 5 ديال لي زيليكترون لي غيتبادل هاد المزدوجة. بينما H2O2 طرات ليه أوكسيداسيون عطينا O2 زائد هنا عندي 2H+ زائد 2 زيليكترون. داكوغ دونك نديرو الحصيلة. الحصيلة هنا 5 ضرب هنا فوا 5 وهنا فوا 2. داكوغ الميليو أسيديفي هما دي H+ والميليو وسط حمض. دونك غتولي عندي هي 2 MnO4- 16 H+ 10 ديال الإلكترون مشيو بليس 5 H2O2 سير فلاش عطينا 2 Mn2+ زائد 8H2O زائد 5O2 زائد 10H+. دونك هاد 16 نقص من 10 تبقى لنا هي 6. دونك هي 2 MnO4- بليس 6H+ بليس 5H2O2 تعطينا 2 Mn2+ بليس 8H2O بليس 5O2. دونك
جواب سوا ف. Voilà. Donc, question 3. Non. Qui fait le mot que je fais très fort. Donc, le point d'équivalent est indiqué. Donc, il y a comme le mahloul adil l'homme qu'il a fait le mot et il faut de l'homme ordi. Là, je ne sais pas. هذا الايون هذا عنده اللون البنفسجي عنده ان كولور فيولو هذا عديم اللون هذا عديم اللون هنا فاطون الاكسجين عديم اللون دونك قبل التكافؤ فاش كيكون الفيولي مع عديم اللون راه يعطينا فيولي دونك غيكون يعني يكون المحلول ورديا داكوغ قبل التكافؤ ورديا قبل التكافؤ ويصبح عديم اللون نعم لانها في الاخر تكون الامن دو بليس والاكسجين هذا كيمشي حيت غير يبقى لي هذا عديم اللون دونك هو الجواب بي كيستيون 4 قال لك عند التكافؤ حنا كنعرفوا بالنسبه للمعايره بالنسبه للمعايره ديال لي زوكسيد كنخدم على الكوفيسيون كنشد هذا كندير كميه الماده ديال امان او 4 موان على المعامل شحال المعامل جوج كتساوي كميه الماده ديال افتر اوردر على المعامل اللي هو 5 داكوغ دونك امينو 4 موان عطاوني عندو عطاوني سميتو هو سي بريم فور في او على جوج كتساوي هادي هي سي فوا الحجم اللي خداو فوا في سوغ سان حنا بغينا سي دونك سي كتساوي هي 5 على جوج سي بريم في في ليكيفالون على في هي 5 على جوج سي بريم اللي هي 0.1 VE اللي هي 10 على 50 دونك تينا هادي 10 قلنا لنا واحد الخمسة تينا 5 مع هادي قلنا هي 0.0 تينا نحسبوها 5 على 2 دونك هي 50 على 50 دونك نوت هي نوت هي 0.05 مول متر موازي دونك توهمنا الأجوبة ربما هناك خطأ في المقاييس المهم تقول 0.05 دونك السؤال الخامس كيستيون 5 يعتبر حمض أسكور بيك سي 6 العنصر الفعال في قنص الفيتامين دونك نضيفه في واحد الحجم في 500 ملاليتر لا ماس اللي غنذوبه هي 500 ملي غرام دونك هنا والبي اش عطينا البي اش اللي غيعطينا هنا هو 3 لا ماس مولار هي 176 دونك معادلة التفاعل أو التحول ديال الحمض الأسكوربيك دونك نرى ثاني كاين في الفلاش عندهم خطا ولكن ماشي مشكل اوسي زيرو اش توزو جوج الاسهم هما دايرين هنا ساهم واحد دونك سي سيس اش سيت او سيس موان بليس اش تروا او بليس دونك هو الجواب ا كا دونك السؤال السادس دونك هو التركيز كما كنعرفو التركيز هي كمية الماء تاع الحجم الكتلة على الكتلة المولية فوا الحجم دونك الكتلة هي 500 أربعة ناقص ثلاثة على لا هادي هي 110 ناقص ثلاثة
376 راهم كتاتب هادي بهادي، تبقالنا هي 5 على 2 176، دونك هي 5 على 352، وغادي نحسبوها حتى انا هي تقريبا شي 1.84 10 ناقص 2 مول 3 مول 2، دونك هو الجواب 42.42، دونك هو الجواب. هنا السؤال السابع قال لك بغاو قيمة التقطن الأقصى، إكس ماكس هي السيفي هي 1.42 10 أس ناقص 2 200 10 أس ناقص 3، دونك غادي نكتبوها 1.42 هنا في 10 2 في 10 و 2 لأن 10 أس ناقص 2 10 أس ناقص 3، هادو مشاو بحالهم، عندنا هي 2.84 10 أس ناقص 3 مول 2.84 10 أس ناقص 3 هو الجواب. طيب